أما الآن فمع رابع فقرة، وهي آخر فقرة من فقرات حفلنا الإنشادي، فقرة الرضوان الإسلامية. أحبتي، كلنا شوق للاستماع لكم، فأسمعونا مما تجود به حناجركم. تفضلوا محفوفين بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، إلى مقام حضرة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مقام ولي أمر المسلمين وقائدنا أبا سامي، وإلى مراجعنا العظام، إلى مقامهم نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مواليد أبطال كربلاء عليهم السلام، وفي حقهم نهدي هذا القليل من كلمات الملا حبيب الدرازي، طامعين من الله القبول ومنكم الاستحسان. صلوا على محمد وآل محمد. أنعم وأعظم قبلة ومنارا، الله أكرمهم وعظم شأنهم، فغدوا لأفلاك السماء مدارا. الحب معناها، والله من نور عرش الله سواها. الله عظمهم، الله شرفهم، الله قد صاغهم من نوره الأزلي. الله شرفنا في بهجة خلقت في يوم ميلاد زين العابدين علي. الله شرفنا في بهجة خلقت في يوم ميلاد زين العابدين علي. يا بهجة ملء عين الحب معناها، والله من نور عرش الله سواها. تهانينا تهانينا إلى المختار هادينا، بميلاد الهدى فرحا نسرينا. هم المشكات والنور، هم المرجان منثور، بها المختار مسرور، أبر الله ياسينا. يا
خلفته في خلق وفي أطوار، والمجتبى وأخوه شمس هداية، أهل الكساء وأطهر الأطهار. خمسة الأطهار والتسعة هم الجئين، هم ثبات الدين والشرع. آمنت بالخمسة الأطهار والتسعة هم الجئين، هم ثبات الدين والشرع. والعسكري يعني هم ذخري ومعتمدي، وحجة الله لي سور ومفتخر. والعسكري يعني هم ذخري ومعتمدي، وحجة الله لي سور ومفتخر. آمنت بالخمسة الأطهار والتسعة هم الجئين، هم ثبات الدين والشرع. الحب هم العينان والقلب، وهم للجنة الدرب، وأهل الحمد والمنة. يا آل بيت رسول لله حبكم بلغ العلا بلغ العلا بلغ العلا بكماله، بلغ العلا كشف الدجى بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا صلوا عليه وآله.
وقالوا 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 علي على قلت لا وقالوا علي على قلت لا لأن العلا بعلي على وما قلت في وما كنت أحسبه مرسلا ولكن أقول كقول النبي وقد جمع الخلق كل الملا ألا ألا إن من كنت مولا له يوالي عليا وإلا فلا أفضل الصلاة والسلام عليك يا أفضل من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صل على محمد وآل محمد ولما حملت شهزلان بحجة الله زين العابدين عليه السلام بعد أن أتى الإمام الحسين الملك بشربة من تحت بطنان العرش فلما شربها الحسين عليه السلام واقع زوجته شهزلان فحملت من ماء تلك الشربة فلما حملت ازدادت نورا وبهاء وكانت تسمع التسبيح في بطنها وكانت تجد خفة في بدنها واتساعا في بطنها وجنبها وكانت تهتف بها الهواتف وتقول لها ابشري فقد حملت بغلام حليم عليم وكلما تتابعت شهور ازدادت حسنا وجمالا وكانوا أهل البيت يحبونها حبا شديدا ولما دخلت في الشهر التاسع كانوا لا يفارقونها فبينما هي جالسة ولم تجد ألما ولا وجع وهم جالسين من حولها وإذا بالأنوار تتساطع فضاء المكان من تلك الأنوار وإذا هي قد وضعت بالإمام علي بن الحسين أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب صل فاطمة الزهراء صلوات الحسن والحسين صلوات الأئمة المعصومين وصاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان
أحسنتم وبارك الله لكم على إبداعكم، ونتمنى لكم الرضا والرضوان من الغفور الرحمن. ختاماً، لا يسعنا إلا أن نشكر المنظمين والمشاركين على جهودهم، وجعلها الله في ميزان حسناتهم، كما نشكر حضوركم أيها الأحبة، وأعادنا الله وإياكم على مثل هذه المناسبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الصلاة والسلام.